السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى. إزايكم؟ وحشتوني. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة خل التفاح. طبعا هقول لكم إن هو مش استحمام الحمام بس، لكن هو الحمام شوف زي ما أنت شايف بيستنى المية اللي أنا هحطها، علشان النهاردة حر جدا، فانا قلت احمي الحمام. وبالمرة نتكلم شوية عن فوائد خل التفاح غير الاستحمام وغير ان هو بيتخلص من الحشرات. طيب هنحط المية والخل للحمام يستحمى فيها، وبعدين نبقى نكمل الفيديو. طيب انا حطيت حوالي 20 لتر مية في الاناء الكبير ده، وحط ومعايا اهو خل التفاح. بتشتريها من عند العطار اي عبوة، مش شرط النوع ده، لكن اي عبوة. زي ما انت شايف الحمام بيستنى ان هو يستحمى. في حد كان سألني ازاي ان هو يعود الحمام على الاستحمام، لانه بيحط المية وهو الحمام مش بينزل يستحمى فيها. لا، الحمام بيبقى عايز يستحمى لكن انت مش بتحميه، فانت سيب له بس المية. هو لو حتى الدنيا مطرت بيقف يستنى تحت المطرة علشان يستحمى. طيب انا حطيت 20 لتر المية عشان ما نضيعش وقت الفيديو. 20 لتر مية و50 سنتي اهم سحبتهم من الازازة، 50 سنتي خل التفاح، واضيفهم على المية للتخلص من الحشرات. طيب والحمام بيستحمى، هنتكلم عن خل التفاح وفوائده التانية غير الاستحمام والقضاء على الحشرات. بالمناسبة انت ممكن تحط المية دي في بخاخة وترش منها على الزغاليل او على او المكان بتاعك. يعني المية دي لما الحمام يخلص ما تكبهاش ما ترمهاش، فانت بقى رشها في المكان هتخلصك من الحشرات، ورشها على الحيطان بأي بخاخة. يبقى كده الاستحمام الحمام. طيب قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو، عايزك تعمل لايك علشان الفيديو يوصل لمعظم الناس. خل التفاح هنستخدمه ازاي، وفي اكتر من طريقة لاستخدامه يا جماعة. هنتكلم عن الفوائد بتاعة خل التفاح. طبعا استخدمنا خل التفاح للتخلص من الحشرات زي ما قلنا، اللي هي بالطريقة دي، ورش المكان ورش الزغاليل. النهاردة هنتكلم عن فوائد تانية زي ايه. اولا هو خل التفاح مضاد سموم زي ما استخدمناه قبل كده، استخدمناه مع الفلاجيل مضاد سموم. شايف الحمام نازل في المية ازاي، كل الحمام متجمع وبيحمي نفسه، محدش بيحميه، هو الحمام عايز يستحمى. فانت لو عملت في الصيف الحر ده يعني كل اسبوع مرة مش هيقول لا، يعني الحمام هيكون سعيد جدا. زي ما قلنا هو مضاد سموم ومنشط كبدي، استخدمناه مع الفلاجيل في الفيديو سابق لسه قريب عاملينه. خل التفاح يحسن من الهضم، يعني بيخلي هضم الزغاليل كويس. يعني لو في مشكلة في الهضم عند الحمام او الزغاليل فخل التفاح هيحلها. تمام. خل التفاح وقاية من مرض السالمونيلا. شوف هنقعد نعد هتلاقي فوائد كتير، استنى معايا لانها هتعرف فوائد خل التفاح قد ايه، مش هتعرف الا من الفيديو ده. خل التفاح وقاية من البكتيريا المسببة لمرض السالمونيلا. تمام. لكن بعد استخدامه اوقات الخميرة، دايما دايما بعد خل التفاح، حتى لو انا نسيت اقول، بعد استخدام خل التفاح او الفلاجيل او المضادات الحيوية اوقات الخميرة. تمام. احنا كنا طبعا عاملين فيديو الخميرة قبل كده، كلكم عارفينه. خل التفاح يطهر الحويصلة، حوصلة الحمام او الزغاليل والامعاء. شايف سعادة الحمام، شايف سعادة الحمام بالمية. انت هتكون سعيد لما تحمي الحمام بتاعك، زي ما الحمام هيكون سعيد انت برضه هتكون سعيد. قلنا خل التفاح كمان بيطهر الحويصلة والامعاء من البكتيريا الضارة والطفيليات التي تسبب الامراض. تمام. يبقى بيطهر الحويصلة من البكتيريا الضارة والطفيليات اللي بتسبب الامراض. كذلك وقاية من الباراتيفويد. الباراتيفويد اللي بيجي مع السالمونيلا يا جماعة، السالمونيلا اللي هي السالمونيلا المفصلية.
تمام، يبقى خلي التفاح وقاية برضو من مرض بكتيريا اللي بتسبب مرض السالمونيلا. طبعا احنا عملنا كده بنستخدم خل التفاح في استحمام الحمام الناس اللي هي خافت من الاكتوموسرين والافريزين اللي احنا كنا بنحمم بيهم الحمام والحمام بيشرب منهم، ففي ناس برضو خايفة منه، فاحنا عملنا له البديل اللي هو خل التفاح. يعالج الامراض التنفسية، خل التفاح يعالج الامراض التنفسية وامراض القصبة الهوائية. تمام، احنا عارفين كلنا ان خل التفاح بيستخدم بشري لحرق الدهون، يعني الناس بتستخدمه للتخسيس، الناس اللي عندهم سمنة بيستخدموا خل التفاح للتخسيس، فاحنا برضو بنستخدمه لتخسيس وحرق الدهون بالنسبة للنتاية، النتاية اللي ما بتبطش او النتاية العطال او النتاية المليسة. تمام، يبقى خل التفاح للتخسيس ولإذابة الدهون او لحرق الدهون في النتاية المليسة. وبرضو بيستخدموا الناس اللي هي بتخش المسابقات، مسابقات الزاجل اللي هي بيسافر المسافات الطويلة، طبعا بيديله خل التفاح علشان يخلصوا من الدهون ويكون الفرد خفيف يقدر يتسابق. والنتاية كمان اللي بتبيض بيضة واحدة، ده طبعا برضو ممكن يكون من التلييس ان هي مش قادرة تبيض البيضة التانية، بيساعد برضو ان النتاية اللي بتبيض بيضة واحدة تبيض البطين، ترجع تبيض البطين تاني. خل التفاح لتطهير المكان وتطهير المسائي، يعني انت ممكن ترش منه المكان وبعد ما تغسل المسائي تحط فيها برضو تغسلها بمية وعليها خل التفاح. لو استخدمنا خل التفاح للحمام في الفم او للعلاج، يعني في الفم مباشرة بتستخدم 1 سم في الفم مباشرة لعلاج الكانكر مع الفلاجيل، برضو الفيديو اللي انا عملته قبل كده. وللجرعة الجماعي بنحط 5 سم من خل التفاح على اللتر. تفكرك تاني برضو ما تنساش تعطي الخميرة بعد خل التفاح، يعني ممكن تعطي 3 ايام خل تفاح وتعطي 2 يوم خميرة بعدها. الجرعة دي تاني اللي احنا حطيناها لاستحمام الحمام خل التفاح زي ما قلنا 50 سم على 20 لتر ماء للاستحمام، وممكن ترش منه على الزغاليل في بخاخة وترش منه المكان. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسيبك بقى شوية مع استحمام الحمام. Thank you.